مرحبا يا حلوين، اليوم عندنا كيكة الفانيلا. بنحتاج كاسة من السكر، كاسة من الحليب، كاسة زيت، كاستين طحين، 5 بيضات، 5 معالق حليب بودرة، عندنا معلقة خل، وعندنا معلقتين صغار من البيكنج باودر، وعندنا فانيلا. يلا نشوف كيف هنعملهم. الموضوع جدا سهل. بنحط برضو السكر، الحليب، الزيت، البيض، ونحط حليب البودرة 5 معالق، ونحط معاهم كمان معلقة الخل. برضو هلأ شو خلينا على جنب؟ خلينا بس الطحين والبيكنج باودر. هنحط شوية فانيلا ونخلطهم على الخلاط. هلا شو بنعمل؟ بنحط الطحين عادي، اذا ما كان منخول ما في مشكلة. هون هو والشوكولاتة، هاي البيكنج باودر، المعلقتين الصغار، معلقتين صغار معبيات مش صغار شوي. خلص الطحين اختفى على طول، بنرفع ما بنخلط كتير، وهيك القوام كمان حيكون تبعها شبه سائل. هنحطه بالقالب ونحطه بالفرن بحرارة 350 نص ساعة. طيب هلا بندير الكيكة هون. بنحطها كلها. طيب هلا انا بدي اقص الكيكه الطرف اللي طالع اللي فوق، بحط هون المنشار، بروح وباجي الصبايا، ما بسيق اني ساحبه هيك، اروح واجي هيك لفوق من فوق لتحت هيك. انا بحب هاي الطريقه، انا اطلع الزايد اللي فوق بعدين اقص الكيكه بالنص. شايفين ما احلاها؟ هلا كتير هاي ممتازه الكيكه. طيب هلأ اللي بتلفها وهي سخنة وبتنكسر معاها ما تلفها، أنا بلفها لأنه أنا متعودة على الكيك. شايفين أحلاها؟ أنا رشيت القالب من هذا الزيت. هيك الكيكة صارت معنا جاهزة، بدنا نقصها بالنص. هلأ بدي أقصها بالنص. القص بكون من فوق لتحت، من فوق لتحت، من فوق لتحت هيك. في صبايا بمسكوها بشدوها شد هيك غلط، الكيك كله بتكسر. كتير هاي الكيكة ممتازة، كمان اللي بحب يجربها. كتروا الفانيلا عشان زنخذ البيض والخل. هلا حكتب لكم المقادير بالضبط بآخر الفيديو.